أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الحياة أن 20 سعودي بانتظار إطلاق سراحهم من السجون العراقية، إلا أن وجود بعض الدوافع الطائفية عطلت الإفراج عنهم حتى الآن. طبعا هذا الملف احنا متابعينه من البدايات حتى الآن، نبغى نشوف يعني وين راح نوصل فيه، لأنه الحقيقة فيه يعني أمور إنسانية في هذا الملف، وفيه عدم وضوح يعني إذا جاز التعبير. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. الذي كانت السلطات السعودية وأهالي المعتقلين ينتظرون أن تقوم السلطات العراقية بالإفراج عن 20 سجينا سعوديا من سجون الناصرية وبغداد بعد انتهاء محكوميتهم المقررة ب15 عاما لكل سجين، بعد محاكمات تم الطعن في إجراءاتها في العقد الماضي تحت طائلة اتهامات وصفت بالظالمة. إلا أن هؤلاء السجناء لم يخرجوا بعد، وألمحت المصادر إلى وجود دوافع طائفية خلف تأخر خروجهم من السجن. وينص قانون الجنايات العراقية المعمول به حاليا على إطلاق سراح السجناء المنقضية 3/4 مدة سجنهم بعد رفع أوراقهم من إدارة السجون الموقفين فيها إلى المحكمة التي تقوم بإصدار أوامر الإفراج عن السجناء كافة. وسبق أن تم تطبيق هذا القانون بحق السجناء السعوديين المفرج عنهم في الفترات الماضية كافة، والآلاف من السجناء من مختلف الجنس والموصل وكردستان. وفيما يوجد 2 من سجناء السعوديين في سجون العاصمة العراقية بغداد، و18 آخرون في سجون الناصرية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا في الاستوديو شقيق أحد المعتقلين في السجون العراقية، المهندس علي القرني. أهلا وسهلا بك. شكرا لحضورك معنا. وسينضم لنا عبر الهاتف وكيل الدفاع عن المعتقلين السعوديين في العراق المحامي حامد أحمد. طبعا كلكم كنتوا يعني معنا في حلقات سابقة. لماذا لم يتم الإفراج عن السجناء حتى الآن، وما الجديد في هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة جميع من حكم من السعوديين في العراق من عام 2003-2004 بحكم 15 سنة انتهت محكوميتهم إلى الآن. هم العدد اللي ذكر تقريبا في حدود 20 شخص. إلى الآن يعني ما في أي أخبار مؤكدة حول يعني مدة اللي راح تستلمهم السفارة السعودية هناك. تواصلنا مع السفارة السعودية مع السفير ثامر السبهان مشكورا، والقنصل صلاح العطلاني حقيقة متعاونين متواصلين معنا، لكن بحكم أن الملف موجود الآن في وزارة العدل العراقية ما زال الموضوع يعني شبه غائب تماما عن, 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 عن الأهالي وحتى عن نفس المسؤولين السعوديين هناك، لأنه ما في أي تواصل بينهم إلى الآن. ولكن هم في حدود 20 شخص تحت إطلاق سراح مشروط 15 سنة موجودين في سجن الرصافات، نقلوا طبعا وموجودين الآن هم في سجن الرصافات. قد يكون حالهم مغيب تماما، أحدهم قبل أيام اللي هو علي محمد علي الحبابي اللي تعرض الاعتداء وتعذيب بالفترة وانتشرت المقاطع في الواتساب، نقل من الرصافات في الأيام الماضية 3-4 أيام الماضية وإلى جهة يعني غير معلومة وما في أي خبر عنه ولا في أي تأكيد حتى إنه طب السفارة وش دورها في الجان؟ تواصلنا مع السفير القنصل صلاح العطلاني وأكد لنا إنه هم متابعين الأوضاع السجناء السعوديين هناك، مشكورين، هم يعني يبذلون ما في وسعهم، إلا أنه تكتم حول وضع السجناء السعوديين من العراقيين أنفسهم يعني يحول أنه تقدر توصلهم بطرق سواء رسمية إلى الآن أو حتى بطرق إنسانية عن طريق منظمة الصليب الأحمر. منظمة الصليب الأحمر إلى الآن ما لها أي دور في الموضوع، يعني حتى هي من مصادر وصلتنا
انها ما تقدر تقدم لهم حتى مساعدات انسانيه كسوه الشتاء الان، يعني ادويه وكسوه الشتاء الى الان لم تصلهم. كان في مطالبات من اكثر من شهر ونص، الى الان ما صار شيء بهالخصوص. طيب خلينا نستقبل معي حامد احمد الاستاذ المحامي، طبعا هو وكيل الدفاع المتقاعد السعودي. اهلا وسهلا بك استاذ حامد. ينص قانون الجنايات العراقية المعمول به حاليا على إطلاق سراح السجناء المنقضية ثلاثة أرباع مدة سجنهم بعد رفع أوراقهم من إدارة السجون الموقوفين فيها إلى المحكمة التي تصدر أوامر الإفراج عن السجناء كافة. هل تم تطبيق هذا القرار على السجناء السعوديين من قبل الوزارة خلال الأعوام الماضية؟ ما الجديد في الملف اللي أنت مهتم فيه طبعا؟ إيه تفضل. أسمعك أستاذ حامد تفضل. نعم أسمعك تفضل. تفضل أسمعك. ألو أسمعك. تسمعني؟ نعم. تفضل. طيب يا شباب يعني حلونا ذا المشكلة. كلمت انت اخوك من اول ما هذا من اول ما سجل اليوم؟ انقطعت الاتصالات تقريبا من عن سجن الناصريه من سنتين ونص تقريبا. كان في وعد سابق من المتحدث الرسمي بوزاره العدل العراقيه اللي هو حيدر السعدي بانه سيسمح باتصال تحت اشراف اداره السجن بين المعتقلين السعوديين والاهالي. من سنة ونص إلى الآن كان هذا الوعد وما زلنا ننتظر، يعني ما تحقق أي شيء في الجانب. تصل بعض الأخبار وبعضها مبتورة وبعضها يعني قد يكون تطمين لا أكثر، إلا أنه أخبار سيئة كثيرة تصلنا بتعذيب وانتهاكات يعني صراحة جسيمة في سجن الناصري، خصوصا لبعض الناس اللي يعانون من إعاقات اللي هو علي الحبابي وعبد الرحمن القحطاني، ضربوا في الفترة الماضية بعد الأحداث الأخيرة يعني اللي صارت طائفية، اعتداء طائفي يعني دعسوا بأنتم كرامة بالأحذية لمجرد أنهم سعوديين ويحاولون يعني خلط للأوراق أنه ثأر النمر وعبارات طائفية يستخدمونها في السجن. إدارة السجن هل هي مغيبة؟ هل هي تسمح بهالأشياء اللي تصير؟ هل أنه في تواطؤ مع أفراد يدخلون السجن لدرجة أنه بعض المجموعات تخش تسأل عن السجناء في سعوديين فينكرون أنهم سعوديين، مجرد إنكار حتى أنه يسلم من ما يتعرض له. في الفترة الأخيرة في سجن حتى الرصافات يعني صفوهم وانتم كرامه يدعسونهم بالاحذيه. هذه اخبار وصلتنا من مصادر مؤكده من نفس السجن يعني. فحتى اداره السجن هناك فيها ضعف في انها تحمي السجناء السعوديين حتى من الاعتداء. إذا أغفلنا الجانب الرعاية الصحية وتأمين كسوة الشتاء وعلى الأقل حمايتهم من الاعتداءات اللي تصير من بعض الجماعات اللي حقيقة ما نعرف هم مساجين عراقيين، ميليشيات موجودة مسجونة في السجن، أصحاب سطوة داخل السجن، احنا ما نعرف. وكل بعد فترة يصلنا أنهم يتعرضون لاعتداء لأي حدث يعني يحدث في المنطقة يعبرون عنه بصيغة طائفية حتى أنهم بس يعتدون على المساجين هناك. الأخبار اتصال مباشر قد تكون قليلة جدا من بعض الأشخاص اللي موجودين هناك. اتصالات حقيقة ما تسر الأهالي، يعني تصلهم اتصالات مباشرة أنه بعضهم يعني عرفنا أنه سحب الحبل المشنقة وأعادوه مرة ثانية. أنت صدر بحقك اليوم إعدام، فيسحب الحبل المشنقة، يعدم أشخاص عراقيين محكومين ما أعرف إيش محكوميتهم، ويعاد السعودي يعني بالتهديد أنه سينفذ فيك هذا الحكم قريبا.
إدارات السجون هناك غير طيب متعاونة. الداخلية السعودية في تنسيق أنت والأهالي الموقفين، في تواصل بينكم، في تنسيق، في ماسك، في متابعة لهذا الملف من وزارة الداخلية؟ حقيقة وزارة الداخلية السعودية احنا تابعنا معهم إلى قبل يمكن 8 أشهر 9 أشهر. الملف كله انتقل إلى وزارة الخارجية، وانتقل من وزارة الخارجية إلى السفارة بعد مباشرة السفير، فصار متابعات مباشرة مع السفير. حقيقة احنا تواصلنا، استقبلنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، وقال انه الملف هذا يعني محل رعاية واهتمام، ونتابع الملف خطوة بخطوة. وما يخفيكم الأحداث اللي صارت الأخيرة بتعطل تبادل السجناء لأسباب كانت من الجانب العراقي، فكان هذا آخر ما كان تواصل مع وزارة الداخلية. الملف بكامله عند الأستاذ معالي السفير ثامر السبهان. نعم. طيب، وشعرتوا بتغير لما مسك الملف ثامر السبهان السفير، أول وجود سفير في العراق، وكان أول في السفير الأردن هو اللي تابع؟ نعم، الحقيقة تغير نفسي أكثر منها أي شيء ثاني. يعني أنت شعرنا أنه فعلا في شخص هناك يتابع الملف ويزودنا ببعض المعلومات اللي هي تطمين عن بعض الحالات، إلا أنه يعني شهرين ما هي كافية أنه يظهر دور السفارة بشكل جدي هناك. الرجل يعني يسعى إلى أنه على الأقل في الفترة القادمة هذه السجناء المنتهية محكوميتهم كخطوة أولى، لأنه ما في أي داعي لبقائهم هناك بحكم أنه انتهى. ولكن أتوقع أن وزارة الخارجية العراقية كمان بتحيل الملف إلى وزارة العدل، وزارة العدل ما اعرف حقيقه. نعم. وعود كانت غير احنا عمر راح نتابع، حاولنا يكون مع المحامي لكن في مشكله في الاتصالات. بنحاول المره المقبله كمان نشوف ان نتواصل مع السفير. شكرا لك المهندس علي القرن، المتحدث او شقيق احد المعتقلين في السجون العراقيه. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف اخر.